مكملين معكم حتى للخمسة متاع العشية، الأربعة وسبعة وثلاثين دقيقة. ملف تعويضات فيضانات نابل اللي ما زال يثير جدل كبير في كل القطاعات بكل صراحة، لكن قطاع الفلاحة اللي تسكر عنده الجمعتين، وهذا ليأكدونا معناتها المدير الجهوي للفلاحة بولاية نابل. في المقابل الفلاحة اليوم يقول لك احنا خذينا قسط أول فقط، ما خذيناش القسط الثاني، والفلاحة اليوم ما زالوا يشكيوا وما زالوا يندوا، يقول لك ما خذيناش حقوقنا. سي سامي الهويدي رئيس الاتحاد الفلاحي المحلي للفلاحة وصيد البحري في بوعرقوب، مرحبا من جديد سيدي. كنت تسمع في قبل الفاصل سي عدنان الرحيم، هو فلاح بحذاكم حتى في جهتكم، وهذا يظهر لي للناس الكل، صوتي يظهر لي مش واضح شوية، للناس الكل يظهر لي يلوموا عليكم انتوما، يقول لكم ما خذيتوا لناش حقوقنا في ملف التعويضات. لم يقم الاتحاد اتحاد الفلاحين بدوره في ملف التعويضات. شو تقول على هذا؟ نوضحوا هنا سي أمين بالنسبة للموضوع هذا، احنا على مستوى المحلي الاتحاد المحلي خرج فما لجنة محلية متكونة من الاتحاد المحلي للفلاحة اللي في شخصي انا حضرت بروحي والممثل على المندوبية الفلاحية اللي هي خليت رشاد الفلاح. وخرجنا احنا الجميع الفلاحين، ما فماش فلاح جاء ديكلارا وقال انا عندي ضرر، ما خرجنا ليش سواء بال يعني صحيح ولا غلط، خرجنا لهم الفلاحة الكل خرجنا لهم وقمنا بالمعاينات متاعنا، وهذه القائمة وقعنا عليها وعديناها للإدارة. بالنسبة للتقييم رانا احنا كاتحاد ما عندنا حتى اي دخل في التقييم، احنا خدمنا، احنا يعني ضربنا على الفلاح باش خرجنا لكم، عملنا التقييم تاعنا، تاقف الخدمة متاعنا فهم ما عندنا. بالنسبة بالنسبة لهذا ما ناش مشكين فيه، لا احنا بالنسبة انا هذه الخدمة متاعنا، راو احنا رانا انا بيدي راني انا فلاح كيفك، وين راو العمل متاعي في اطار العمل تطوعي باش يكون في بالك، انا راني على حساب زاد عائلتي انا نخدم، راهو انا مانيش سامحني صح ما تحاسبنيش، انا هنا شكون اللي تحاسب؟ تحاسب هنا خليت الرشاد الفلاحي، راهي هي الاداره هي اللي تخدم هنا. خويا امين احنا عندنا رئيس خليه عنده تقريب العام راهو غايب، عنده غياب تقريب العام راهو هنا، احنا خويا امين شو غايب؟ غايب مش حاضر، يجي مره في الشهرين يجي خليت الرشاد الفلاحي، رئيس الخليه اللي هو مهندس يخلص تقريب 2000 دينار مغايب على الوجود. احنا عندنا باستثناء عندنا تقني اللي هو يا سي عبد القادر تايب، هو اللي قاعد قايم بالدور هذايا بمجهوداته، اللي هو شو اللي نجم يعمل مثلا الرشاد الفلاحي في الرشاد الفلاحي خويا مين الرشاد الرئيس؟ لا في ملف التعويضات، في ملف التعويضات المفروض هو اللي راس الاداره العامه، والاداره العامه هو اللي تعطيه شنو وين وصلنا الاضرار هذه، هو ما قامش بالدور نتاعها هنا، رئيس الخليه ما قامش بالدور نتاعها هنا، وفما غياب كل المفروض انا كرئيس اتحاد نلقى رئيس الخليه هو اللي مدني بالمعلومه وانا نعطيها للفلاح. نحب نكون لوجيك شوي، كل اللي كان انا غلط تو سامحني، ملف التعويضات نتاع الفلاح انا عندي اضرار، جيت خرجت وقايل شفتونه حجم الضرر نتاعي، فما خبير وخبراء، فما خبير عدلي نجم يخرج في الاثناء يقيم حجم الاضرار، شو مدخل انا تقول لي الرشاد الفلاح؟ الرشاد الفلاح انا شو اللي نجم يعمل الرشاد الفلاح؟ انا مش لو ما احنا في تحديدا في الاضرار، لا انا في الاضرار خليني ماذاك ملف واحد اخر، اذا هو يقوم دور ولا لا في ملف الاضرار، في ملف الاضرار هو هنا المفروض تكون عنده معلومه، هو بيدو رئيس الخليه يقول له فما ديزيام ترونش، الميساج اللي معديه للفلاحة على أساس فما قسط ثاني. اي خي هو اللي يعطيك خي إرشاد الفلاحي، هو اللي يعطيك القسط الثاني، هو اللي يمثل الإدارة، اللي يمثل سيد المندوب هنا راهو سي يمين، أنا خليت إرشاد الفلاحي هي الإدارة الفرعية اللي تمثل الإدارة العامة المندوبية الفلاحية. خلينا تو نتعداو شويه، تو انا قلت بون الحقيقه انا ما يقنعنيش الكلام، وانه ملف التعويضات ينجم هو المسؤول عليه هو الارشاد الفلاحي، هذا ما نتصورش، لانه زاد فما على مستوى الجهوي، فما المندوب الجهوي، فما مستوى جهوي، فما خبراء عدليين اللي تخرج عدليين لهذايا، هما اللي قايمين، اللي ما فهمناش حاجه، هذا اذا عندكم الاجابه مضبوطه تعطيونا. كيفاش تم فقط التقييم؟ التقييم صار سي امين، احنا على مستوى المحلي عملنا عيننا الاضرار
وبعثنا القائمة هذه للإدارة العامة. الإدارة العامة غاديك عندهم لجنة، لجنة هي اللي تقيم الأضرار متاع الفلاحين. احنا كاتحاد راه ما عندناش حتى اي دافع للامور هذه. احنا نسبه الاضرار بتاثير سيامين، نسبه الاضرار نتاعنا ما تقدرش معناها بالقيمه، معناها حسبك حسب القسط اللي عطاه لي القسط الاول ونحن نشوف الاضرار نتاعي، معناها حتى القسط الثاني ما يمثلش النص نتاع الاضرار نتاعي، ما يمثلهمش صدقني، لا يمثل النص نتاع الاضرار نتاعي، خاطر انا عندي معناها هذيك ساعه رضيته وارضينا رضينا بالقليل، قلنا ميسالش ما فماش حتى مشكل، البعض ما الهم ولا الهم بكل، لكن يا خويا ما رانا كانت صبونا قسط اول وعبيتونا كروشنا بالهواء، كان قسط ثاني هاو جاي هاو جاي، وعيش بالمنايه كمون عندنا براسك تو اكثر من عام واحنا نستناه، وبعد نجيو الجمعه اللي فاتت تربونا بالتليفونات هيا درا شنو حضروا مكتوب كل واحد نمره بطاقه تعريف نتاعه وجيبه. شكون اللي قال؟ رئيس الاتحاد الاتحاد الفلاحي بوارغو، ما مشينا من بعد كلمونا بالتليفونات راو مش نمشي وكذا راو مش نجي نعملوا، عملنا احنا الفلاحة معنا لمينا بعض ما نقول اخويا نمشينا مع الاربع نعملوا وقفة احتجاجية قدام من معتمدية بوارقوب، ولا نمشي قدام المكتب المحلي الفلاحة بوارقوب ونشوفوا مشكلتنا. مهذبي تو انتوما كفلاحين وموجودين وعندكم حجم الاضرار، جاو سامحني سي عدنان جاوكم خبراء وهزيتوا وقيمتوا الاضرار نتاعكم، شنو اللي صار من بعد؟ الخبراء ما قيمش الاضرار كيما ما حبينا. راه شوف هو خبير وقيم هذاك عنده محاكم، بتنجم تمشي تطعن في التقرير هذاك وشوف يعينوا لك خبير. احنا قبلنا يا سي امين، قبلنا التقييم هذاك وقبلنا، لكن ما فما حد شيء. امين اسمعني، وقتها في تقييم الاضرار، اقرب الميكرو يفضلك، في تقييم الاضرار خرجت خليه الارشاد الفلاحي بوارقوب، ما نعرفش اذا كان معاهم فوالا، خرجت خليه الارشاد الفلاحي بوارقوب فهمت، ومشكورين اونتر بارونتيز، خاطر قاموا بواجبهم وبخدمتهم، داروا على الفلاحه الكل، قيموا الاضرار، قيدوهم هما مش قيموهم على خاطر ما نعرفش اذا كان معاهم معناها شكون يقيم في الاضرار ولا فهمت، تقيدت الفلاحه الكل المضروره فهمت، من بعد بقينا نستناو ما نعرفش عام هكاك بريسك عام باش تثبت في لو 9 سبتمبر هكاك تصاب القسط الاولاني. باهي تصاب القسط الاولاني، شنو حكى المندوب؟ حكى على اساس 30% هذا بريمير ترونش 30%، من بعد فما دوزيام ترونش اللي هو ما نعرفش معناها ما حدوش الوقت نتاعو امتاش. باهي على ضوء هذاك توا احنا واحدين معناها عندنا شيكات عندنا برشا حكايات معناها فهمت. باهي كشخصي دخلت انترديت شيك وليت نخدم شيكة باب. باهي توا في الوضعية الحالية وقت اللي معناها صارت الاشكال نتاع البطاطا والناس الكل سمعت بيه، ما نتصورش اذا كان ما عندكش فكرة عليه فهمت. باهي تويكا مطالبين انه باش نخلصوا الناس في فلوسها، خاطر توا باهي استرجل معايا توا سي كمال ددش استرجل صب شيك خلص فيه الشيك الثاني. باهي فقط من غير ما نسميه حتى حد يعيش لي خويا كمل كمل ولازم تزرب لي شويه في في الموضوع. انت تو ايش حبيت تقول؟ تقول اللي احنا عندنا مشاكل من الفيضانات اللي احنا ما غارقين فيها ونستناو في الترونش ونستناو في الترونش الثانيه باش يصبوها لنا، تزيد تجينا جائحه اخرى اللي هو مع الكورونا فيروس جي فما بدينا وتسلفنا وبدينا نخدموا صارت لنا مشكله اخرى نتاع بطاطا. انا انترديت شيكي سي سيد تقول لك انا تو البارح، قول لي انا البارح واقف المحكمه على الشيكات السيد اللي بجنبك هذايا دخلت ديجا انترديت شيك، انت زاد انترديت شيك زاد دخلت اي وتقول لي لهنا فما عندنا مشاكل كبيره ورا بعضها اللي دخلت المشاكل هذه. واضح وانه شنو اللي طالبين اليوم سيدي؟ والله شوف احنا طالبين التوضيح، خلينا من التوضيح التوضيح انا وضحت لك الملف تسكر، شنو طالبين؟ طالبين المستحقات نتاعنا. هذه حاجه اخرى، مستحقات اللي هم القسط الثاني، القسط الثاني باش نجموا تتنفس ولا انه باش نجموا معناها نخلصوا شيكاتنا. احنا مانيش معناها عندنا فلوس معناها ودولاب يدور، معناها جات الكورونا وقفت كل شيء صحيح بقينا نخدموا، لكن الحال البلاد تعرف
اي الحال الحاله اللي هي معروف شنو اللي صار مع البطاطا ومع غيره بيه. واضح هذه الفكره واضحه يظهر لي كاتحاد فلاحي تو محلي وكمنظمه دوركم قلت لي في الفيضانات احنا انتهى ولكن زاد فما اللي يقول لك زاد كنتوا تنجموا تقعدوا الى اخر رمق في ملف التعويضات وتكونوا معارضين وتعبروا على رفضكم وانه هذه التعويضات من القسط الثاني ما عطيناش القسط الثاني للاسف هذايا ما ريناهوش احنا اخويا مين احنا راهو كاتحاد احنا قمنا بالواجب نتاعنا واكثر احنا رانا الى يوم هذا مطالبين بالقسط الثاني نتاع هذه حقوق علاه ما صبوا لكمش القسط الثاني انا ما فهمتش خويا ناس سؤال انا بدي مانيش فاهم خويا امير لازم مو انتم تتقابلوا مع احنا فما تكت مع الموضوع هذا يا خويا امير راهو تكت كبير ياس انا انا بدي مانيش فاهم كل صراحه تكت ما نعرفش انا شو باش تعملوا كاتحاد احنا كاتحاد فلاحين هذوما حقوق نتاع المنظورين نتاعنا مانيش صايبهم احنا هذه حقوقنا وما همش عاملين علينا مزيه هذه حقوقنا الدوله هذه عطيتهم عطيتنا ما فما حتى فلاح ذا دوزيام ترونش ما فما عندنا حتى لا لا ما عندناش خويا مين تاكدوا لي ما فما حتى فلاح قاعد نتبع في الموضوع احنا راهو جينا لهنا سيامين حبيت نوصل صوتي كان معناها باسمي وباسم الفلاحه حتى اللي ما جاتش حبينا نوصل اصوات اسكو فما دوزيام ترونش مش تعطيونا نتاعنا مش تعطيونا حقوقنا وانا جايين نطلب ورانا جايين نطالبين حقوق كان فما دوزيام ترونش قولوا لنا يا خويا راهو عندكم وراهو بكذا وراهو مش صابهم كان ما فماش زاد علمونا كيما جيتونا وعلمتونا وبعثتونا ما معناها خليت اسمه المكتب المحلي وبعثتونا ناس خبراء وجات وقيمت وقيمتونا الاضرار نتاعنا وقبلنا بالاضرار اللي قيمته اذا كان فما دوزيام ترونش ما فماش حتى مشكل صبونا معناها حقوقنا وكذا لا اذا كان ما فماش دوزيام ترونش ما فما مشكله ما فما مشكله ما فماش زاد قولوا لنا ولا ما فماش قولوا لنا خلينا نمشي نتصرف خويا مين هنا الفلاحة الاداره العامه ما فماش من الفلاح شويه نتكلموا بالواحد اذا كان ريتا الفلاح انهار كومبليتمون راهو حتى الشعب المستهلك التونسي في عام راهو زاد مش قلت له الشر راهو قاعدين تعبين ياسر صدقني عندنا انا من 2010 اليومين هذا معناها من اللي بعدت على التجاره وليت نخدم فلاح تعبت تضريت تعبت صدقني تو معناها ما عادش لاهي بعائلتي اكثر من اللي لاهي بالفلاح 24 ساعه واعطيني نلمد معناها راس مالي معناها الصابه وليت اللوج ساعه على ساعه اللوج راس المال معناها مش حتى الخساره صدق قاعدين نضرب نتصور احنا البطاطا تطلع توصل ل 800 ولا اي حاجه في لحيه وما تراه يا يسعرها يا يفكها يا يجيبوا لك سلعه من برا معناها ولد فما لوبيات داخله حتى في الفلاحه بالرسمي سامحني في الكلمه اللي ما معناها صاير شيء سامحني حقيقه معناها هذيك الحقيقه بالرسمي قاعدين تعبين ياسر وقاعدين موجوعين معناها موجيعه كبيره ياسر عندنا الم كبير عندنا جروح معناها قاعدين تعبين بالرسمي تعبين فلاح معناها تعب تصور انت واحد شهار يترسم حتى في بلدي تلفت القهوه واخذ قرض ب 30000 دينار وب 40000 دينار تجي تشوف فلاح معناها حتى بالراس ما عادش متلفت التن لا 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 الفلاح لا البنك الوطني لا حتى واحد حتى فما مشكله كبيره الاغلبيه نتاعهم اللي دخلوا انترديت شيكي ما عادش ينجموا يتعاملوا بالكل واحنا توا فما حتى مش تتعامل الازمه نتاع الفيضانات 2018 مازالت ما قعدوش ظهوراتهم وجات الكورونا فيروس مع الجوائح اللي هي قاعده تجي كل عام كيفاش تقيموا الوضع الحالي كاتحاد فلاحي؟ اللي اخويا امير بالنسبه راهو الفلاح عندنا في الوضعيه نتاعهم عندنا اكثر من 100 فلاح راهو في الانتردي شيكي راهي وضعيه مزريه. تحكي فقط على ابو عرقوب. نحكوا على ابو عرقوب احنا كهو، راهي الوضعيه مزريه بالرسمي راني انا نحس فلاحه راهي بصراحه يعني غضب كبير ياسر بكل صراحه. احنا راهو هنا احنا كاتحاد رانا قاعدين قايمين بالواجب اكثر، اما هنا بعض الفلاحين ما يفرقوش بين الاداره وبين الاتحاد. الاداره هنا فما تقصير كبير من الاداره بالنسبه للخدمات نتاع الفلاحين. راهو سي خويا مين راهو موجود هذا يقول سي مين احنا حتى المناخ يقول لك سي عدنان سامحني يقول لك سي عدنان حتى في اتحاد فلاحين او في كنقابه كانتوما اللي تمثلونا كمجتمع مدني نمشيو لكم او نكتبوا لكم نوصلوا لكم اصواتنا وما نلقاوش اجابه خويا مين انا
عديد المرات تدخلت هنا في راديو ميد الى يومنا هذا قاعدين نطالبوا انا اللي راني هنا القوه نتاعنا احنا بالمنظورين نتاعنا احنا كيف طلبونا الفلاحه في حول اللي يحبوا يعملوا وقفه احتجاجيه احنا عملنا مكتب تنفيذي محلي وقررنا باش نعملوه هذايا ومش نمشوا احنا في التوجه نتاع الفلاحه انا راهو الفلاحه وين يحبوا يتوجهوا انا الدوري هنا قاعد نقوم به وانتم قاعدين تشوفوا في الواحد اذا كان فما تقصير انا اخويا انا نقبلوا كل شيء اما هنا نحبوا اخويا مين النقطه هذه يا باري بالله نحبوا الاخوه يحبوا راهو احنا رانا اتحاد الفلاحين رانا فلاحه رانا احنا الاطار نتاعنا عامل تطوعي راهي الاداره هي لازمها تخدم الاداره كي ما تخدمش انا من واجبي باش ندافع عليك هنا يلزمك متفرق ما بين الاداره وما بين الاتحاد. سامحني يا سامي نجم نسال سؤال تفضل اتحاد الفلاحين بكل فلاحينا بطبيعه الحال اش معناتها هكاك بربي يقرب لي ساعه اثنين والسؤال الاستنكاري هذايا اسمعني ما نتكلموا في الراي العام زاد لازم نقولوا قد كلامنا من غير ما نخزروا لبعضنا هكا ومعناتها تحب تقول انه اتحاد الفلاحين مش كل فلاحين سامحني سامين وقت اللي معناها اتحاد الفلاحين ما يمثلش الفلاح ما يمثلش الفلاح ما يمثلنيش كفلاح علاش ما يمثلكش؟ ما يمثلنيش على خاطر لعمري معناها ملي وليت هكا معناها نخدم في الفلاحه وما عرف شنو لعمري ريت اتحاد الفلاحين والا معناها الهياكل الكل اللي تابع الفلاح قامت بواجبها مع الفلاح. من ناحيه فهمت؟ باهي من ناحيه شوي باهي نخلي معناها نص كلامي يكمل سي نبيل لا ما يسالش كمل انت باهي اذا كان احنا توا في الضرر اللي احنا فيه توا حتى واحد ما وقف معنا شو ينجم يعمل؟ سامحني هو قوة هو سلطة قرار سلطة أنا مانيش دولة هذيك المشكلة يا سامي أنت ماكش سلطة قرار فهمت؟ أنت معناها لهنا معناها ممثل على معتمدية بارقوب فهمت؟ شنو الواجب؟ يقول لي شنو سامحني اللي أكثر منك يسمعوا فيك يا سامي يسمعوا فيك باهي والتطبيق وينه؟ احنا علاش وصلنا للحالة هذه؟ احنا علاش وصلنا للحالة هذه؟ احنا علاش معناها جينا معناها وحكينا معناها في البلاتو هذا علاش؟ يا خويا أنا نهزك أنا سامحني صح راهو اللي مش يعطيك التعويض مش الاتحاد أنا سامحني مش الاتحاد الاتحاد كمنظومة الاتحاد مانيش أنا مش نعطيك المنظومة التعويض الاتحاد شنو هو؟ إنها باش تجيب حق المنظورين نتاعها حق الفلاحة نتاعها يا ودي حق أنا نمشي كيفاش نسمع شنو أعطيني نمشي معاك ما قمتوش بواجبكم قول يا خويا انت سامحني بالله يا خويا مين بالله نحبك توجه بالسؤال هذا تفضل لا رجاء انت تو رئيس اتحاد فلاحي في الوضعيه نتاعك اعطيني الوضعيه خلينا نشوفها باهي انت قولي علي انا اللي لازم انت تعرف شنو يلزم يعمل سامي نعم. انت تعرف الاموال اللي ترصدت فهمت جاوبنا على السؤال بالله سامحني نبداو باللي تعرف نبداو بالحاجه انت تعرف الاموال اللي ترصدت فهمت للكارثه هذه نتاع نابل فهمت للفلاحه نتاع نابل التعويضات نتاعهم فهمت جايه من بر من عندي تو جاوبني على السؤال الصعب باش نبداو بشويه انت شنو تحب على زيد ولا بعضنا انت حط شنو نعمل شنو نعمل نرجع المنظوريه فهمت نصارحهم باللي فما فهمتني ونولي نتفق معاهم انهم يكونوا سلطه ضغط فهمت باش ينجموا يوصلوا لحقوقهم ويجيبوا حقوقهم لو انا مثلا اليوم اذا كان الحل هذا ماشي لا انا وريني روحك خلينا ننظموا امورنا مانيش نقابي لا لا انت سامحني ما لا اسمعني شوف سي عدنان وريني نهار الاربعاء انا مش نعمل وقفه احتجاجيه وريني ايش باش نعمل سي سامي لحظه يفضل فما نقطه منهجيه سي عدنان اللي واضح مع احترامي الشديد ليك وانت كنت اتصلت بيا وقلت مرحبا يظهر لي مش واضحه الصوره عندك شو اللي راهو اللي ياخذ صوره قرار واذا انت وقت تقول لي انا مانيش نقابي ما عندكش الحق ما لا انت الطالب وبهذايا كهو كان لانه هو هذايا عنده منخرطين معاه اللي انت منخرط معاه في وسطهم رغم انخراطك ماكش مقتنع به اذا فما اشكال فما سلطه قرار زاده وفما قضايا على كل توا نحب نكملوا الموضوع باش ما يوليش لانه سي تان فو ديبا اليوم انت قمت بدورك ولا ما قمتش بدورك لا اليوم فما عندكم تعويضات التعويضات هذه ما عندكش كنت تطلبها من عند الدوله التونسيه مش من عند الاتحاد هو لازم تضغط عليه هو باش يكون قوه قرار انت لازمك تضغط عليه امشي له غاديك واضغط عليه كمنخرط وهذا حقك راهو تمشي له المكتب المحلي تضغط اذا ما قامش بدوره وقت اقول لك ما قمتش بالدور نتاعك باش توصل لي صوتي هو ينجم يكون انترميدير بينك وبين الاداره ويكون قوه ضغط فقط على كل انا باش نكمل معاك توا لانه الوقت يدهمنا ومازال دونا دقيقتين قبل الاخبار باش نحب نشوفوا توا ساعه نبدا معاك سي سامي المرحله القادمه كيفاش باش تكون
احنا ماشيين في مرحلة بتاع في التصعيدي، احنا مش نعمل وقفة احتجاجية يوم الاربعاء صباحا امام للمطالبة بالتعويضات القسط الثاني. هذا ومع الفلاحين هنا يقوموا بال واضح. خلينا طبعا حاب نشوف نجي معاك شنو كلمة الختام اللي عندك سيدي؟ كلمة الختام اللي عندي خويا، نحب احنا جينا حبينا نوصلوا صوتنا لأعلى سلطة في الهرم. رانا ما خذيناش حقوقنا، رانا ما خذيناش حقوقنا، مطالبين باش تصبونا وتعطونا حقوقنا لا أكثر ولا أقل. اللي وعدتونا به القسط الثاني باش تصبون لا أكثر ولا أقل. هذا اللي طالب سي عدنان. سي عدنان شنو اللي طالب توا أنت كفلاح مضرور في اللحظة هذه توا شنو اللي طالب؟ والله أنا معناها طالب من الدولة انها تخزر للفلاح بين الرحمه اموا بهي، على خاطر سامحني على خاطر نورمالمون في الوضعيه هذه اللي احنا وصلنا لها فهمت، على الاقل على الاقل صحيح هذاك حق ان شاء الله معناه نوصلوا ناخذوه، اما تبقينا اموا على الاقل في البريود هذه اللي احنا تويك عندنا شيكات تدخل مش نورمال مش نورمال فهمت، مهدين بالحبس مهدين بالحبس، حتى اذا كان ما نتهدوش بحاول ليه ما تدخلوش الحبس، اما تولي تبيع انك باش تخلص روحك، تتنازل على حاجات انك باش تخلص روحك فهمت. واضح اللي تنجم تهضر للفلاح توسي سامي، نحب نكون عندك زاد رحابة صدر تعرفوا ان النشاط هذا